كل تغيير نظام بهذه الصورة وبهذه الطريقة يولد الفوضى ويولد المافيات. كون لا يوجد هنالك مركزية ولا يوجد هنالك حكومة قوية تحاسب من يخالف القانون والضوابط التي تعمل بها تلك الحكومات وتلك الأنظمة والقوانين. عدم ضبط المنافذ الحدودية مع دول الجوار وأيضا فتح طريق لإدخال البضائع حتى الغير جيدة والغير رصينة، نتمنى من الحكومة العراقية ونتمنى من السادة المسؤولين أن يحاسبوا جميع من يدخل بضائع غير منتجة وغير جيدة، ويكون لغرفة تجارة بغداد دور ريادي في ترشيح أو في رسم خارطة الطريق للتاجر العراقي الذي يرغب باستيراد أو تصدير البضائع العراقية أو استيراد البضائع الأجنبية إلى السوق المحلية. كل بضاعة رديئة ومو يعني مو ذاك المستوى. تجارنا اللي دي يروحون دي يجيبون كل شغلات رخيصة وتارسين سوق وبدون فائدة يعني، وأثروا على الأيد العاملة بالعراق معاملنا قاعدة بالنسبة للألبسة الأحذية كل يعني معاملنا قاعد هذا شارع رشيد وشارع النار كله كان معامل، هاي المنطقة هي كلها صناعية كانت آلاف العمال يشتغلون بها.